ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي نساتي سادتي مخداتي ومسادتي. أما بعد، الحين تعرفون شو وقته؟ كليك. زين، ما بصير مكتب 12 مليون، غيرت رأيي، بصير مكتب 4 مليون. خلاص مكتب الجديد، مكتب الجديد، خلاص مش قادر أصبر، وقفهم كلهم. وال مكتب عود، قسم التطوير، قسم التطوير 6 × 4 نبقى أكبر، و 6 × 6 غرفة مربعة، كلهم 6 × 6. أوكي، الحين نحن محتاجين بس نسوي دوبلكيت ولا نسخ حق اللي كانوا عندنا قبل. أوكي، نبقى نسخ حق اللي كان عندنا، يعني الحين بس بحطي نفس ما كان عندنا الأول. زين، 6 × 6 بنحجم مبالغ فيه شوي. زين، راح طويت، يعني كان عندنا هني 4 يركب القادم. زين، 6 × 6 ما ينفع، 6 × 5 بسوي 6 × 5 احس ايه. والباب في الوسط، مكاتب الكبار طبعا، استوينا بطارة. الحين بنحتاج المكتب الجديد اللي تكلمت عنه الحلقة الماضية. طبعا فكر ان احط له ديكور ولا شيء اخر مرة. هذا المكتب الجديد 6 × 5، هي باب في الوسط، المكتب احلى من ذاك وايد. لما كاتب 1 2 3 4. انزين، الحين نبى مكتبين اللي هم وين صار، وين مال جودة، نضيف جميع العناصر. دخل انا فاتح مكان غلط. زين، مراقبة الجودة، مكتب اصغر 3 × 6 يحتوي على مكتبين فقط. اوكي، هذا مكتبين مراقبة الجودة، مكتب مراقبة جودة ثاني حق اللعبة الثانية اللي راح تنتج، 1 شغلته باتشات، و2 يطورون مكاتب. باقي لي 11 مليون ترى، عادي اتحطوا. يبي يطالع الحين ويقول اوه ايش السالفة اللي حتصير. بعدين في مساحة نحط لها سامان. زين، نبى البحث، البحث نحن ما بنحتاج اكثر من مكتب 1 × 6 × 5. اوكي، عندهم مكاتب الرمادية الكبار 4، مكتب 1 انا اشوف يكفي بزيادة. زين، استوديو الموسيقى، يبغالنا استوديو موسيقى لازم، رسومات الموسيقى يعني. هاي 6 × 6 نصيبة ترى، حتى اللي مقابلنا بيستوي 6 × 6. استوديو الموسيقى بنحطي مبدئيا في سوري، استوديو الرسومات مبدئيا بنحطي فيه مكتبين، في مكان حق توسع يعني، مكتب ثالث قلنا 3 نحن اصلا في البداية، فخلنا نخلي 3 والمكان حلو حق 3. زين، نبغى استوديو موسيقى الحين، ستة في ستة باب مقابلنا استوديو الموسيقى. يا حبيبي الموسيقى شكله بيكون فيه 2 بس، ما يصير مكان اكثر. سوري يا صهاي، اشوف والله بيكون قبيح حتى لو استوى مكان. لا ما ابغى، 2 اوكي، 2 اوكي، خلى 2. انزين، والنبا الله يعزكم دورات مياه هني 6 × 1 مع الغرفة اللي فيها. اوكي، مصيبة الحمام يكون عود. لا مو بواحد مع اللي قدام دورات مياه،
اللي قدام هذا بحتاج المكتب هذا حق شيء ثاني انا متأكد. زين بنسوي فيه الله يعزكم حمامات. زين بنحط اربعة وبنحط مغاسل اربعة بنحط مناشفيد. انزين ستة في ثلاثة ثانية غرفة الموظفين. سنستلم مكان الحين جاهز عندنا فلوس بنسوي بنجهز مكان كامل. اوكي غرفة الموظفين ما لازم تكون ذيك الرفاهية اللي كنت تسويها لكن يعني مش انه ضروري انا اشوف الصراحة لانه يبالي شغلات بسيطة تلفزيون بعدين هاي غرفة اكثر من كافية انا اشوفها لو كنت بالغ شوي الصراحة. زين نبى اغراض متنوعة ما نبى هذا كله شو نبى كنا نبى مكتب رئيسي. شوف مكتب رئيسي بيكون مشترك مع شيء ثاني ما اعرف شو بس في شيء مكتب وراء بيكون حق شيء شو ما اعرف. المكتب الرئيسي ما يحتاج مكتب ضخم. واو ابوك غيرت رأيي محتاج مكتب ضخم. لا مش محتاج شي مكانه هي خلاص وايد عليه بعد. زين ونبى انتقاط الحركة قلنا صح. مكتب انتقاط الحركة خلنا نخليها او ان الاستديوهات الكبار عرفتوا نايس احسه بيكون ما اعرف انا احس انه قاتل الحركة. لا والله زين سويته كبير يا حبيبي يا حبيبي خلها شي عشان نشوف شو يسوون من حني ورب ضرة النافعة. بس ما عندنا شيء حق الحين خلي المكتب فاضي مو مشكلة. ابغى اشوف المكاتب شو يسوون. ابغى مستودع مستودع بخليه هني اخر شيء ولا بخلي ورا هذا ستة في ستة هذا ستة في ثلاثة مستودع. زين مستودع يمكن عقب نسوي سيرفر عنده ولا شيء ما اعرف نشوف. اوكي بس ما يبغى اكثر. غرفة تدريب انتاج ما نبغى ما ياسين انت استديوهات نحن حق شو تطوير كونسل يبغالنا تصدقون. الحين خلنا نسوي دعم عملاء هني مسكينة ما دعم العملاء يعني عقلناها هني ليش خل دعم العملاء عند هذا طب الثاني نبى سنتين بنات يشتغلها هني تعرفون شغل كول سنتر. الو سعدت الباشا السلام عليكم معك 000 من خليل جيمنج بقى ونحن حنعمل لك شركة والعاب زي الفل والله و 200 بقى يعني. زين الحين شو بنسوي نحن خلك الواحد يصير مكتب شوف كان في شغل بيخلصونه ما اعرف شو قاعد يخلصون ترى ما اعرف شو قاعدين ترى بداية حمل المعجبين لعبة عادلة فير جيم خلينا نشوف تعيين موظف هني هني يمكن تبدأ الخبصة شوي ترى الخبصة تبدأ يوم واحد يبدأ يدخل مكتب جديد. حسن الأصوات في شيء ايه جراندو فايف بنحسن الأصوات نبى رسومات تحسين الرسومات ثلاث أربع مكلف جدا ترى مكلف جدا نبى بحث عن ميزات قلنا هاي اللي احنا ما نبى نسويها ما سويناها ولا مرة بس نبى الأداء أول شيء نبى إزالة الأخطاء جراندو إزالة الأخطاء جراندو هذا تطوير جزء جديد من آخر لعبة ناجحة أكثر آخر لعبة ناجحة شو وورد أوف لايف كرافت 5 6 بعدنا بتننتج لعبة كنا ننتجها أوكي رياضة قفز وركض موجودة يعني ملاكمة الحين قاعدين ننتجها بس اللي هني أنا متأكد ما كان بالطريقة هاي الإنتاج مالها
فخلنا ننتج اللي موجود نقدر نحطه، بننتجه اوكي. فبنسوي اخوي الحمل السوق الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره، مليون الف شيء داخل، هي اكيد لازم انا مسوي لعبة. زين الغاء، ازالة اخطاء 6 اوكي. نبغى هني تحديثات، اضافة مش تطوير حزمة لغة ما نبغى، طور تحديثات حق هذي اوكي. نسوقه شغال هاي، صبر نبغى موظفين. يعني الحين مو عنده وايد موظفين، المشكلة محتاج شوي وقت لين الموظفين يبدون يجون فعليا. يراني بقلعة اخرى، ما هذا؟ نحن يا باشا حنعطيك لعبة عدلة قوي من ذاك الصوب، كلها تشيت انبوت. زين طيب بسرعة الى اخره. لحظة انا اظني من هذا. اوكي نايس نايس، سوري انا كنت مبندلنا. زين خلي تشوف كيف بيتوزعون هني. ايوه بيروح مكاتب ثاني بيساعدنا، هم فيري نايس فيري نايس. دامهم بيروح مكاتب ثاني الحين احنا مستغلينهم بشكل كامل. جراندو شو باقي لها؟ باقي لها هي جرافكس، وهذا خلهم يشتغلوا عليه. شو شغالين فريق كامل على الموضوع، وبعد مش ملحقين بشكل كامل، يعني يستاهل الوضع موظف زيادة. الحين ككوست انا ما اعرف شو بيستوي في الشركة، بس كلعبة ناجحة شوفوا هم قاعد يطورون حق جراندو الحين. مع جراندو بتكون شغالة بشكل ممتاز مفروض. زين ابا شيء يخصه في الرياضة، في الملاكمة. رياضة ملاكمة اوكي نايس. على طول ما عندنا شيء بقايا. وتعال هذا اظني اذا عندنا بس مال انتاج اقدر اسوي تسجيل حق جراندو. اظني هذا لازم بحثه هني، خلي اخلص الرياضة ونسوي بحث. زين اللي هو لابد يكون هني مشاهد احترافية. لحظة ليش انا نسيت؟ هني تصوير الفئة الثالثة، تصوير الفئة الثانية، تصوير الفئة الاولى، فئة متحركة، ثالثة رسوم متحركة. اوكي انزين معناه اني هني رسوم الفئة الاولى. اوكي شوفوا تركهم بيكونوا مكان ما هنا، خل هاي اللي يخلصون، وهذا الحين بنحط عليه مشهد احترافي زيادة. اذا ما خلصوا حرام اصلا، لان نحن نقعد نسوي تسجيلات ورسوم. اوكي خلينا نبحث في هاي اللي يطورون العابنا، يعني ما فحرام اني استغني عنهم مقابل شيء ثاني. وخلي يخلصون تطويرهم كامل للمشروع، وخلينا نسوي ماركتنج. وين لحظة تسويق؟ وينه؟ ويت تسويق وين؟ تسويق لازم يكون عندي قسم تسويق. تسويق ابو موظفين بعد هني بعدهم، خل بخاطري عق احد عند المستودع. خلاص 3 مليون وشي اوكي شكرا. مكاتب ما ادري، انا متاكد اني حطيت تسويق، ما حطيت زولية حمراء ما شي. لا زين تسويق، انشاء حملة تسويق، جراندو فايف، تلفزيون، نبا موظف. اوف شكله فنان هذا، موظفين. انزين بيساعدهم شغله ثانيه، اصلا ناقصنا موظفين ترى، فامور طيبه. انزين انت تعال، لا لحظه انت تعال تحسين رسومات حق هذا. انزين انت تحسن اصوات حق هاي اللعبه اوكي. وانت خلص بس من جراندو، عسب نحن نطلق جراندو الحين. نحن لا قادرين نطلق جراندو ولا قادرين نطلق شو الثاني. زين رسوم الفئة الثالثة، زين مو مشكلة بنسوي نحن هذا كله. زين رسوم مش على جراندو، خلينا نسوي على هذا الأولى والثانية اوكي. خلي يطورون، انها قاعد يطورون فيه اصلا. في احد يطور في جراندو؟ كلهم خلصوا. اطلاق اللعبة، بسم الله الرحمن الرحيم، بحث عن ناشر. ليش ما في رياضة؟ السؤال والله يبغى لهم دق. انا حرام انا قاعد
أتعب كل هالتعب على شو؟ يلا شو سوي؟ 75%. يا حبيبي خلنا ننزل عليه تحديث. فرصة تحديث جراندو. انزين جراندو اسوي تحديث هني نبغى محرك جديد نبغى بلس بلس. اوكي مقبول بعدها يعني، بس مش محتاج محرك جديد بعدنا. احنا شو نبغى؟ احنا بنطور جزء جديد. بنطور هاي شو ما اعرف. هاي الالعاب اللي انتهت اظن من السوق نقدر نرد نطورها. هاي شو هاي؟ ما اعرف. نكست اظني هاي نرد نطلق نفس اللعبة على منصة ثانية، بس اتصور افضل شيء كان بيكون ايوه ما نقدر نغير فيها ولا شيء، نفس ما هي نرد نطلقها اظني على منصة ثانية. واتصور وكان بيكون احسن شيء لو نتريا مثلا انه يكون ان هاي الفئة موجودة ولا مطلوبة من ليجند اوف نيلدا ماينس. اظني كان افضل لو ننتظر نحن عليه على اساس انه شو يستوي. لحظة تسويق تلفزيون. اوكي لعبة عادلة هاي قاعد يسوون ماركتينج. تحديثات حزم اللغم لغم ونوخ. رديت للغم هني هني. بحوث اخرى تصوير الفئة الاولى. بسوي يعني بسوي اوصل لمرحلة على الاقل. خل هاي اللي خلصونه في لايف كرافت 6 واخبرك. لا الحين بخبركم، بس اخبركم بعدين ان اوصل على الاقل للعبة اني اللعبة هاي فل خلاص ما في اقوى عنها. ايوه لحظة باخذ كشك بكم؟ 3.5 مليون. اوكي جراندو لايف 6 نلدا نقولهم ان في لعبة جديدة مراجعة. 10,001 وحياتكم. نايس نايس نايس. ليجند اوف نيلدا لا ما نباها الحين تطلع السوق. انا بخلص شغل اللعبة. انا بخلص شغل اللعبة. اوكي حديثات وحزم اللغم اللغم اللغة اللغة يا اخي. هاي اكتمل تطوير اللعبة. هاي بهدف السوق. اوكي بحث عن ناشر. هاي كانت شو؟ والله نسيت اظني كانت الغاز. لا مهارة كانت 67%. اوكي بدخلنا فلوس. تعرفون شو؟ بدخل فلوس. الزين فينا بتدخل فلوس على الاقل اللعبة ردت على قولتهم من الماضي الى الحين. لحظة دام ان هذاك شغال احنا عندنا هالاثنين يدوت وهذا شغال خلنا نشتغل على اللعبة. انزين بنتخلى من التصوير كله. تصوير 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 تصوير. اوكي نبا ها كله حق مكاتب. انزين هني الغاء مشروع ما نباه ما نباه. هذا نلغي. نبا كله يكون شغال يعني 100%. هاي ارتفع مبيعاتها سبت الاكسبانشن ترى. فخلنا ننزل امتداد جديد لجراندو مرة ثانية. ليجند اوف نلدا شغالين على فريق ثاني. في كذا فريق شغال عندنا في نفس الوقت، بس خلنا نشتغل في التسويق شوي حق جراندو. انا ما اعرف حق منو. فايف حتى مش سكس القديم. الحملة التسويقية خلنا نرد فلوسنا. جراندو تلفزيون. ان جراندو الحين طالع في السوق. خل اسوي لها شوي دعايه. نلعب كرافت 6 اطلاق اللعبه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بحث عن ناشر. ليش ما في رياضه؟ سؤال. بعتبرها مهاره. اوكي مغامره مهاره 75% وده ممتاز. هذا معناه سيده تحديث.
كامل حق وورد اوف لايف كرافت 6 تحديث كامل، تحديث حزم اللغة. اللغة يا اخي يوه حق نفس اللعبة تحديثين ورا بعض. نسوي اخر بحث عنه، تصوير الاداء صوتي احترافي، موسيقى سينمائية. صح احنا ليش ما عندنا صوت وايد؟ ما عندي وايد اصوات ليش؟ خلني اطور جراندو 2. زين جراندو 2 اوكي. ليش جراندو 2؟ لان اول شيء عندنا هذا، عندنا شوفوا ما نحتاج اركز على محرك قوي وهذا، لكن العاب ممكن تدخلنا فلوس وايد ترى. لحظه هاي احسن من ابل. زين قوه الحمايه، يا الله ما اخذت المحرك. لحظه وين المحرك مالي؟ تاع الملاكمة انا حطيت رياضة. بيركبوا مع بعض. دعم الوان 9 من 10، 200 200. لحظة الحين تحسين رسومات. زين نحط على جراند 2، حسن الاصوات على جراند 2، التسجيلات على جراند 2. هذا يطول لانه موظف واحد، لازم يصير واحد ثاني. زين ازالة اخطاء على جراند 2، ونبى ننزل جراند 2 الحين بعد التلفزيون. بس خلنا ننزل 2 اكسبانشنز حق هذا، بنشوف يضرب فوق شوي السما يدخلنا فلوس طيبة. لان قاعدين نخسر وايد فلوس عليه فعليا، نحن وايد وايد فلوس قاعدين نخسر مش شوي. جراند 2 خسرنا احنا كم مليون على المعرض اللي استوى، خسرنا انا وايد دمينا خسر. ليجند اوف نلدا نبع تحديث حق جراندو. اوكي المفروض ليجند اوف نلدا سويتها صح، لايف اوف وورد اوف لايف كرافت كان المفروض اسويه. هذا تقريبا الحين بيخلصون معظم الشغلات اللي انا ابغاها ترى، بس اصرف صرف وانا مرتاح. يعني وانا مرتاح قاعد اصرف 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 اصرف، ما عندي اي مشاكل. اكلهم بريكاتشو. خلينا نوظف لنا موظفين، انا اشوف اثنين سبيشل. لا نص نص، خلينا نشوف موظفين جداد كيف فيهم. نبى ناس شغيله شويه يعني، ما نبى ناس نص نص. فير جيم، خلنا نسوي اكبر نقاط. لعبة هدية، يلا خلنا نعطيهم لعبة هدية. لعبة هدية، حكاية خطة. ما في حكاية خطة صح؟ واجهة المستخدم اوكي. هاي كلها ابديتات ترى قوية قاعد تنزل على اللعبة. لحظة خلنا ننزل التحديثات ولا تحديثات. انا اشوف زين ان مكتبين يسوون تحديثات وواحد ينتج العاب، فتم عنا العاب فترة طويلة في السوق، ندخل فلوس ونصرف فلوس. انزل انا بفتح هذا كله الحين، بعدين ابدا اتوجه لاضافة مزايا، لان الحين نحن في 1484، بدينا 1984. لا جراند 2 بعدنا، كلهم قاعد يشتغلون على جراند 2. هاي كلهم قاعد يشتغلون على جراند 2. حرام قاعد يشلم تحديثات، طور تحديث حق وورد اوف لايف كرافت 6 وننزل تحديثات وحزم لغة. بالعيد انا اقسم بالله انا اليوم اللغة خلها هي اللي خاصون اللي عندهم. انت تعال انت طور كل شيء موجود، قيم المكان هذا مرة. خلاص خلصة مختمة، انا ما بطلع لعبة الا انتم كلكم خلصين جراند 2 بسرعة. زين حملة تسويق تلفزيون حق جراند 2، اخاف ما يكون قد الهايب، الناس تترياه واخر شيء ما يطلع ذاك الزود. اتوهق عقب. زين سوي هذا، طور تحديث للعبة. لو لاحظت وانا لا سويت لا عقد عمل ولا سويت محركات، ما سويت ولا شيء معقد، ركزت على انا ما اعرف على شو دقيت كليك. بروح اطلع موسيقى سينمائية ترى. زين بس ركزت على شو؟ 1.5 مليون، 6 مليون. نايس نايس دد.
نزل حق هذا التحديث. انزين بس هاي اللي خلصون الحين جراند تو، اتمنى ان شاء الله انه يضرب السوق شوي، لان المفروض خلاص خلال السنه تتغير يعني، ما تمشي على السنه يعني، اللعبه تطلع السوق قبل السنه تخلص. يلا لين هاي يخلصون خلص امورك انت. مو زين. ميزات تقسيم الشاشه اللعب جماعي، وعلى ايام كراش تكون كراش نايس. نباع المحرك مالي من زين. تحديث اوكي. هذا شغال مبيعات حلو، خلوه شوفوا. عندي ثلاث العاب معيشنها غصب في السوق اساس اللعبه اللي بعدها تنزل. ان شاء الله الفئه ما تتغير، انا ما فزت ولا جائزه هالسنه بس زين الفئه ما تغيرت. تحديثات حزم الغالد وغيره. شو قلت صح المره صح؟ اظني يمكن. زين حسن الاصوات، موسيقى سينمائيه. والله وايد بالغت فيه، مش بالغت لا، قاعد ترياهم اصلا في كل الاحوال فمجبور. صوت بي محيطي، ها كله بضيفه عليه عقب خلاص. اوتوماتيك يبالي اكثر من الموظفين اللي حطيته اصلا، انا غلطان في استغلال المساحه غلط كبير اصلا. المفروض احطي اكبر، وهذا يخلي مكتب واحد عود احسن. اربع مكاتب وايد يعني، وايد فوق حقها. زين تطوير تحديث اللعبه ليجند اوف نيلدا. اوكي تحديث للعبه وورد اوف لايف كرافت. بعد عايشين في السوق ما شاء الله شغالين. اما هذا خلاص نحن تقريبا مقيمينه بعدين بنبدا نشوف شو تطويرات وهذا. الحين ليجند اوف نيلدا انا قام ينزل، بوقف عنه التحديث بسويه محرك جديد، محرك جديد. بس خلها هي اللي يخلصون عشان نفتك شوي. بس خلنا نسوي حملة تسويق أخيرة حق جراند تو. زين دام إن عندي ناس فاضية، تلاحظ إن عندي ناس فاضية قلت خلنا تطوير سوري تطوير محرك جديد، تحسين محرك قديم مش بلس بلس. خلنا نسوي 3. ميزات ميزة واحدة زيادة بس ما سوينا ميزة أكثر. نكست نفس المبدأ عادي، أمور طيبة شغل خفيف يعني، لأن هاي الخصوم وايد. هذا كل شيء عليه رسومات خلصت أنا. هذا يطول بس لازم يطول فيديو ترى. حسن الأصوات، حسن عليك الأصوات الدنيا خلاص. اللعبة قيمة هاللعبة اللي يقول لك قيمة الدنيا هاي. ليجند اوف نيلدا انت طور تحديثات حق هاي اللعبة وورد اوف لايف كرافت. سكس خلهم عايشين في السوق، الحين ندخل العاب عايشة لان عندنا لعبة تخلص. شت شت مش وقته، انا محاكاة ما سويت تخيلوا، مش وقته ابدا. ناس ما تبغى فيروسات ومحاكاة تبغى. يلا لين هاي اللي خلصوا اللعبة هاي، والله شكلي بخليها تروح السوق خلاص، بخليها اللي تتجو مجبور. بس خلنا نسوي فيروسات وشي مع الفيروسات، ما اعرف شي يركب مع الفيروسات يعني. نسيت تحديثات، لحظة نسيت تحديث. مبيعات قامت تنزل بس احس التحديثات مخلتنا عايشة غصت يعني اللعبة. هكا بنسوي فيروسات، الفيروسات زين. وبنسوي سوينا كل الأصوات في الدنيا أقولكم. إطلاق اللعبة، بحث عن ناشر، خبز ورق. والله 78% لو هذا كمل شو كان. زين خلنا ننزل مع الفيروسات شو يركب. شو 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 مضاحد وايكنج ساحر حفر عسكر قاتل مدرو تجسس. فيروسات تجسس حلو، بيكون حلو وايد زين بيكون. بس بننزل تحديث زيادة حق جراند تو تو نادر في السوق، منو بعده نبيع أكثر. تحديث اللعبة وورد اوف لايف كرافت احسه بيكون مستقبل احسن.
بنبدأ الحين بنسوي لعبة جديدة. اللعبة جديدة بلو ديد ريدمشن. اللعبة تتريونها انت في السوق اصلا. لحظة خلي خلص هذا اول على اساس نبدأ نسوي لعبة على بلاتفورم جديد، لان اظن الميزات اللي عندنا ما بتكفي. ف على تحديثات جراند 2 حد ثلين يوم التحديث عندنا 11 مليون، بس نحن ترى قاعدين ننتج وما نوقف صرف. بيوصل المرحلة هنا بنوقف شوي صرف، ترى ما اظني بنعتمد على المكتب هذا بشكل كبير. موظفينا بيروحوا مكان ثاني، بيكون صرفية عليه خفيفة، لان الحين نصرف بال 100 و200 الف، اكثر من 200 الف قاعدين نصرف على المكتب هذا. خلي اخلص الاي هذا، بسوي لعبة جديدة. انزين تطوير لعبة. تليبورت حق هايل، فيروسات احس حق كبار، فيروسات وتجسس احس مركبين على بعض، محاكاة طبعا وفيها استراتيجية وايد. خلنا نجرب، اتصور بيكون زين. اوكي نختار طبعا على الكمبيوتر، طبعا دبل اي لازم ناخذ منصات جديدة، 10%، 9%، ابل ماك الجديد. اوكي اللي بعده تربل اي هاي الكلام. لحظة انا ما اخذت تربل اي، ويت انا اخذت انا جبت العيد، ما في حد ثاني اصلا بيدخل. خلاص هذ اثنين بس كفاية، ماسكين السوق كامل. شراء حماية القرصنة ما في، عنا الاصدار الثالث يكفي. انا اشوف الاعدادات للحين شغالة معاي في كل الالعاب، 200 روس لازم. والله حرام على دفعت حق هذا المحرك، بس دام دفعنا خلاص خله. انزين تليبورت بنحط عليه كل شيء، تليبورت بنحط عليه كل شيء. هذا كان المفروض اسوي اكبر، حط عليه كل شيء، بحوث اخرى، تصوير الفئة الثالثة، ازالة اخطاء اللعبة هاي. وانت ليش قاعد فاضي؟ انت بعد ننزل حق جراند 2 تحديث، لان هاي اللعبة الحين طالع لنا. بس لازم ننزل لعبة محاكاة على طول في السوق، اول ما تشوف لعبة محاكاة لازم ننزلها ونسوي لها دعاية بعد. تليبورت هنا، تلفزيون على طول، لازم ننزلها في السوق على طول ونلحق عليها. الحين ترى تطوير اللعبة نفسها ما ياخذ وقت، اللي ياخذ الوقت الشغلات اللي قاعد اضيفها على اللعبة داخل. مصيبة. بس هنا شغالين احنا معدلين، كل الاحوال نسبة الارباح وايد فرق عن الاول. هذا اللي طلع فيه كل شيء خلاص. اظن اللعبة بعدين بتاخذ وقت بلاوي. انواع جديدة، خل الالعاب، خلنا جاهزين حق المستقبل. ما ان ها عنده وقت، ما عنده شيء يسوي، شو يسوي هذا؟ والله كلام فاضي اللي يسويه. خل هالمكاتب يشتغلون. خلاص خل هاللعبة عايشة، الباقي نبرهن. مع ان رمع ايش هاي زاد في السوق. جراندو ما دخل ذاك زاد فلوس ترى. بس جراندو 2 شكلها احسن. جراندو 2. نبغى كشك كبير. اختار لعبة، تليبورت، جراندو 2. اي 20,000 بس. 12 ليش زعلانين؟ الحين خليكم تستانسون، الحين خليكم تستانسون. لحظة، خدمة العملاء، دعم العملاء، ما في خدمة عملاء غير، ما في. على سوينا غرفة تدريب يا جماعة. اوكي مع انه ما له داعي تكون هالكبر، بس بغيت موازنة الشكل يعني. سبورة سوداء، خلنا نخليها بالطريقة هاي. اللي فاضي خلها مليون.
والله اللي فاضي خلهم يجون. الحين عنده ناس فاضية ليش ما يشتغلون؟ انزين بننزل لحظة تحديد حزم الغواص والف. خلنا ننزل جروند 2 خلنا تشوف ضربة فوق شوي عقب المعرض. مستانسين شوفوا قلت لكم اعطاهم تي كامبين خفيف هالسوالف حيبسطون في السمبتيكا. الامور امورنا في السمبتيكا احسن. الحلقة وايد طولت ترى لازم نهاية بس خلنا نشوف لعبة تليبورت شو سوت بعدين وياكم عشان ما اقطع عليكم. ميزات للمحرك دعم 256 هذا وايد مهم. لا ويت يا تليبورت مليون واحد اشتغل على موضوعك يا تليبورت. يستوي ساعد هذا لا ما يستوي. تحديثات جراندو بعد جراندو هذا مشينا نحن والله غصب بالدعاية حسن مشينا ولا ما يستاهل. ليجند اوف نلدا طلعت من السوق ابى اسوي ريكريت حق لعبة قديمة على بلاتفورم جديد. شو اللي كان ناجح عنا سان كرافت 2 مارلو دوك فايتنج ها من اول الالعاب اللي نجحت تذكرون. نبغى نحط عليها فول اوبشن. مرات العاب قديمة يوم تنزل في السوق انت تستانسون تستوي شيء جميل اوه تقولوا فنون محلاه. خلنا نضيف عليه لغات وايد ما يبالي وايد هذا بس يبالي المكتب اللي ما عنده شغل. مرة دكتور شل الاخطاء اللي فيه بس ما نبى شيء ثاني ما نبى شيء ثاني. دورة تدريبية زين. تحديثات للعبة جراند تو طبعا لأن هي ماسك السوق الحين. أظن يمكن تحصل أحسن لعبة في العالم ولا شيء. تيليبورت أنت تشتغل على تيليبورت بس مش الأخطاء اللي فيها هاي كانت لعبة ناجحة ويمكن ترد تنجح الحين. المشكلة لازم ما كان في لعبة أصلا وقتها محاكاة ولا فيروسات فصعب مقارنتها في شيء وايد صعب وايد صعب. احس تو الموضوع يعني مشربك شوي ترى تو وايدين وايد شغلات تسوون في نفس الوقت. زين جراند 2 هذا شغال 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 ما في اخطاء ما في اخطاء ما في اخطاء ما في اخطاء. قاعد يسوي لنا لعبه جديده. خلينا نسوي دوره تدريبيه تسوي لهم دورات يعني. زين الحين اللي بسويه تطوير محرك جديد. لحظة ها شو قاعد يسوي شيء. لا تطوير لا ويت تطوير محرك جديد تحسين محرك قديم 3 بلس اوكي ما عندي مشكلة. مسخة زيادة لا لحظة ها 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 نسيت اهم شيء. زين نبا ايوه ما في اخطاء. مارلا دوك فايتنج بحث عن ناشر مش محاكاة اقتصادية. طلع السوق غصب جبت العين. بنزل له تحديث واحد يمكن يعيب العالم. يلا انزين تليبورت بعده شغال عليك انت هذا ها خلاص اخر واحد يشتغل عليك يطلع السوق. اظن وايد ناس ترياك اصلا السوق. خلنا نسوي لك حملة تسويقية أخيرة قبل لا تروح مال سريعة سريعة. لايف كرافتكس ما عليه مشكلة برأيي. نسوي دورة تدريبية على الطاير. يبالا هذا انزين تليبورت يا تليبورت. يلا خلص تليبورت يا أخي والله. انزين إذا هاي السالفة ما في حد يستر المحرك مالي. تحديث اللعبة خلنا نضيف لها اكسبانشن يمكن تربح ما نعرف يمكن الناس تحبها الله اعلم. خلنا نريد محاكاه ما عندنا شيء جديد. اذا رد لنا رياضه ولا شيء انا تقريبا اعرف شو ارجع. اوكي بس الحين هاي يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلنا نشوف
هاي محاكاة. أيوة يلا بسم الله. 68 بس. زين خلنا نسوي جزء ثاني. أطول جزء جديد. تليبورت 2. أوكي. بنحطي حق الناس شوي أصغر يفهمون في السيميليشن بدل هالبار اللي راحت عليهم الدنيا. زين ما في اي غير. والله ما ظني يستاهل حرام اللي خسرت فيه. بس هاي الموجودين. زين حماية. اوكي 10 من 15. بعدنا ما قاعدين نستعمل الجسم الجديد ترى. بحوت اخرى لا نبغى الحين. هاي كنترولر جنريشن 2 تحديثات تليبورت نزل عليه ابديت. لحظة احسن الاصوات. تليبورت 2 زين احسن الرسومات. تليبورت 2 فيديو ما نبغى هاي لظني. ما ابغى كل شيء انا في الدنيا صح؟ هذا ما يستوي الا اذا كله استوى يا حبيبي. انزين على فكره وايد ارباحنا نزلتها. ارباحنا وايد نزلت. خلينا نشوف شو بسوي الحين. هل بنعوض الخسائر ولا تليبورت هاي بتعوضنا الخسائر ولا ما تعوض الخسائر؟ على الاغلب بتعوضنا الخسائر اظني دام انه فوق 50% في العادي يدخل اللي عليه. خلينا نعطيهم دوره تدريبيه تصميم العاب. نعطيهم دورات. سوي تليبورت 2 حقه دعايه. تلفزيون بعد 500,000. انزين الحين اتمنى احصل اللعبه تنجح بشكل تكسر السوق. ليش ارد اعيد اللعبه كل مره مرتين وثلاث؟ لان اول مره ما تكون اللعبه مضبوطه 100% من الشركه على اساس ان الشركه ما عندها خبره في اللعبه هاي. لكن مع الوقت تستوي عندها خبره في اللعبه هاي. فلكم ان تتخيلوا. بس الحين هالمره وصلنا مواصيل طيبه يعني سويت اللعبه حلوه. قمنا نسوي العاب قويه. قمنا نسوي العاب تدخل سوق تنافس. قمنا نسوي لها دعايه. قمنا نسوي وايد شغلات. نعطيهم دورات. دورات ما يضر. أسوأ لعبة مارلو دوغ مع انه زينة ترى بس ما خسرنا ولا لان حصلنا افضل رسومات افضل موسيقى. بس مش غلط بعدنا. اوكي بعدنا في السليم نحن. ها ما نبغى الحين. نحن بعدين نبغى الشيبسات وهالسوالف اللي ما كنا نسويها. احس ان هذا قاعد يعني يرجع الفلوس اللي عليه شوي. خلنا نسوي تحديثات. تليبورت 2 خله يرجع شو عليه فلوس. يرجع لنا فلوس شوي لنا فلوس عنده وطالبه بفلوس. خسرين عليه ملايين. يبالي مكتب جديد. مش مكتب جديد يبالي مكتب مرتب. انا وايد استبخلت في الجيم وندمان. استبخلت اني انزل فيه تحديثات. تحديثات يمكن من اهم الشغلات اللي واحد ينزلها. عندي موظفين فاضيين خلهم ياخذ دورات. ما اعرف شو السالفة بس يسوي مو مشكلة. تبست تري. هنا الكاترج. يلا الحين المشكلة احنا نتريا هاي للتصميم وغيره وايد. لا زين خلنا نسوي
اتخاذ الحركة استديو ثاني مطابقة للصوب الثاني. زين نحطي له مكتب سريع اوكي حلو ونشغل اللعبة ونخلي هذا تليبورت 2 ما اقدر اساعده. زين لحظة اذا اسوي الغاء ويت رسوم اخلي هذا يسوي تليبورت 2 كلهم واخلي هذا يسوي هالثانية على اساس انه يخلص اسرع يعني. مشروع وايد قاعد يطول وايد فمو مشكلة خلي عنده مكتب. انا لو ازين المكتب على فكرة بخرطوم اسرع بس انا ما قاعد اسوي السوالف ساحب عليهم انا بالقول. خلي يطلع فلوس هامر لو دق الكل والله دخل مليون شيء. اظن على الاقل بيخلص اسرع بالطريقة هاي. واحد كل واحد يمسك ثلاث حبات وخلاص. او نبا ايوه هذا تعال انت اللي بتخسرني فلوسي بس تعال. هذا في تطوير محرك جديد منه فايدة نو ما منه فايدة فخله يسوي شو تحسين اللعب تليبورتو. انا ما كنت اسوي هذا الشيء. انا هذا المكتب الحين ويت اول شيء خلنا ندق على هاي الكليك تطوير اللعبة على تهذيب تليبورتو. هاي يسوي ويت تحسين اللعب. هذا شيء جديد ما شفته قبل. ما شيء جديد وما شفته الاول. اوكي شيء تول اللي اشوفه انا الحين بس انا بس اتريا هاي اللي يخلصون. في شيء بعد ما بطلت انا شو لا فتحت كل شيء. بس هذا من البداية لازم اسويه بالطريقة هاي يعني. اظني بيفرق حتى هذا بقسم الشغل شكلي لان الرسومات يخلص الحين هاي يخلص بسرعة. اوكي خلنا نسوي شيبسيت ولا تعرف شو تحديثات. خل تليبورت عايشة ما لها دخل فلوس حرام اخليها تموت. انتو بعد نفس الشيء تليبورت انزلوا لها تحديث. الحين تري بس يكمل هذا 3 نجوم واتري خلنا نعطيه دورة تدريبية لا ما فيها اعطهم اياها يستاهلون السعادة اثناء العمل بس رقم واحد خلهم مستانسين. خلنا نعطي تحديث حق هذا خفيف خفيف. زين الحين باقي لنا هذا السنة قربت شهر 4 لا اوكي بعدنا اوكي ترى شغالين بسرعة على فكرة ارباحنا زينة ترى مش سيئة يعني. تليبورت بنزل تحديثات حق جراند 2. جراند 2 اصلا ماتت السوق ليش نزل لها تحديث؟ خلاص راحت. مع ان اللعبة مو منها فايدة احس مش مشكلة خلاص خل عايشة شوي خل ننزل تحديث حق هاي. اشوف بيسوي فيه شيء؟ لا ولا سوى شيء لا سووه ابو شيء. في تحسين لعبة انا روم اسوي شغلتين انا هني ادارة اخطاء وتحسين لعبة في نفس الوقت. هذا بروح شغلة ثانية ترى انا مش محاسب لها. كنترول
هو الجنر 3 يلا 1 مليون رقمنا خسر بالمليون هنا احس اني مليت والله بتروح اللعبة في السوق خلاص بدي اوصل شهر 7 وما فشك بدي اخليها تروح ودربك خضر بقول والله طور تليفورت ان انا العب خلاص بس في السوق كم بتم في السوق يعني غصب عايشين من كثر التحديث فقط يعني هذا خسران حتى تليفورت خلنا نتريا هذا شو بيسوي لنا فرق هذا ما بقى شيء ما بقى له شيء لا اكيد كشك 3 مليون لا عندي لعبه واحده ابغاكم تعرفونها تليبورتو بس ما هم اي شيء هذا بس تليبورتو ما لازم تعرفون ابعد شغال على نفس اللعبه فعلا انتهيت 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 تحديث حدث تليبورت عقب تليبورتو خلاص بنهي اللعبه ترى بنهي الحلقه مش اللعبه تعال انت ليش زعلانين؟ اعطيهم واقول لك لعبه عادله يلا اعطيهم جراند تو زين دخلت مليون شيء وجز قد احسن ما عاد الحين خسران دوره تدريبيه مشكله اذا تصرف وايد على اللعبه تم خسران صدق تم خسران واللي هو هذا يكسر الظهر تكسر كسر ميزانيه الشركه زين اذا ها خلص خلاص انا بطلع اللعبه السوق برايه هذا ما اعرف شو بيسوي بس كيفه تحديث احدث اللحظه تحديث تيليبورت تحديث تيليبورت زين بس انا انتظر هات الصار اتريا بتريا اخر شيء يلا بتريا هذا بس سوي حمل التسويق حق تيليبورت 2 تلفزيون المشكلة ما تملي وايد فلوس وهذا يقوم يستوي وايد غالي لو ها مش وايد غالي اوكي بس ان شاء الله عقب التعب على اللعبة هاي هاللعبة ترى وايد سوينا عليها شغل وها ما انتبهت عليه الا اخر شيء خلاص اطلاق اللعبة نعم بسم الله الرحمن الرحيم يلا كانت محاكاة هذا كان زين حيدة بسم الله 72 على التعب اللي تعبناه لا ما يستاهل ما يستاهل ابدا 22 مليون صار فيه عليه ابدا ما يستاهل صراحة بننزل لك كم من تحديث ويا بعض المهم يا جماعة الخير هاي كانت حلقتنا لليوم فنشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.